وما زلنا معكم مشاهدينا في هذه التغطية المباشرة لفعاليات قمة الاتحاد الأوروبي الإفريقي المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل لمدة يومين، وقمة هي القمة السادسة تدور حول الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا. للمزيد من التحليل ينضم إلينا الدكتور خالد فهمي المتخصص في الشؤون الأفريقية. بعد التحية دكتور خالد، يعني مشاركة مصرية وحضور للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة الأفريقية الأوروبية، أولا كيف تقرأ الدور المصري في مثل هذا النوع من القمم؟ أهلا بك يا فندم، وكل التوفيق إن شاء الله لمصرنا الحبيبة في نجاح هذه القمة. يمكن قراءة سريعة كده لمكانة مصر على المستوى الدولي والمستوى الإقليمي، نجد مصر يعني لها مكانة غير مسبوقة، يمكن وضعها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بين الدول على المستوى الدولي والمستوى الإقليمي، ناتج عن الجهود الحثيثة اللي قامت بها مصر على كافة المستويات للنهوض بالاقتصاد المصري ودعم الشراكة ما بين جميع الدول على المستوى القاري. يمكن شفنا الجهود المصرية اللي عملتها مصر على المستوى قارة أفريقيا، مشروعات الربط بين الدول الأفريقية بعضها البعض، التبادل التجاري، دعم السلم والأمن، ويمكن ديت أحد أهداف أجندة التنمية المستدامة لمصر واللي بتنطبق على أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063. كل ديت عناصر يمكن دي بعضها اللي ادت يعني زخم لهذا لهذه القمه، والمشاركه المصريه لهذه القمه والخبره المصريه اللي ان شاء الله هتكلل بالنجاح بالنتائج النهائيه المرجوه من هذا اللقاء او من هذه القمه باذن الله. نعم دكتور خالد، يعني مصر هي صوت افريقيا في المحافل الدوليه وفي هذا المحفل الأوروبي، برأيك كيف يعني تسهم مصر في نقل هموم ومشاكل القارة السمراء في محاولة لإيجاد حلول يعني لبعض من مشاكلها؟ يمكن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال عن نفسه أنه هو ما يسيبش أي فرصة فيها مصلحة للمواطن المصري أو المواطن الأفريقي إلا وبيقدم كل الدعم لصالح المواطن. يمكن شفنا الكلام دوت بدءا باللقاء بتاع فخامته مع ملك بلجيكا ورئيس الوزراء البلجيكي والشركات البلجيكيه والعرض للمشكلات اللي بتواجهها القاره، وازاي مصر استطاعت ان هي تمد يد العون لهذه الدول واستطاعت ان هي تحل بعض المشكلات، لكن بالامكانيات القاره لوحدها غير كافيه ان هي تنهض بالقارة وبالمواطن الأفريقي بالشكل اللائق على مستوى العالم في ظل التحديات اللي بتقابلها. يمكن شفنا تحدي الإرهاب وتحديات كوفيد 19 وعدم العدالة في توزيع اللقاحات لدول القارة هنا، يمكن كل دي التحديات كبيرة بتقابلها القارة، إلا أن في بعض الجهود استطعنا من خلالها من خلال تقديم بعض الدعم للدول الأفريقية أن احنا نواجه هذه التحديات ونعبرها، لكن أنا للمجتمع الدولي أن يتعاون بشكل أكبر لتحقيق يعني قدر من المسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه الدول النامية والدول اللي بتعاني من هذه التحديات. دكتور خالد، هذه القمة هي القمة السادسة، أولى دورات القمة الأفريقية الأوروبية كانت هنا في القاهرة عام 2000 وشهدت تأسيس آليات المشاركة بين الجانبين من خلال خطة عمل القاهرة. برأيك ما بين عام 2000 و2022 هل اختلفت الظروف فتختلف الشراكة وآليات العمل ما بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي؟ وطبعا الظروف اختلفت نتيجة اختلاف التحديات من عام 2000 إلى يومنا هذا، يعني 22 عام مش بالفترة الهينة، إلا أن الآليات والأدوات المستخدمة في كل مرحلة للتعامل مع التحديات اللي بتقابلها اللي بيقابلها الاتحادين بشكل كبير. برضو الاتحاد الأوروبي بيواجه عدد من التحديات، كان في تحديات مستجدة، يمكن اتكلمنا على موضوع حديثا بقى التغير المناخي والنظم الصحية،
الأشياء أو تحديات جديدة ما كانتش موجودة من قبل، إلا إن في جهود مبذولة من مصر ومن الاتحاد الأوروبي لخفض الانبعاثات الحرارية مواجهة التحدي الأكبر، ويمكن هو دوت يمكن أحد الموضوعات المهمة اللي مصر هتناقشها في قمة الاتحاد الأفريقي الأوروبي، بالإضافة لموضوع الطاقة وتعزيز جهود مواجهة المناخ. ديت برضو من ضمن الأولويات اللي مصر هتقدمها لهذه القمة، بالإضافة لتوزيع اللقاحات بشكل كبير بشكل عادل ومنصف للدول الأفريقية. طبعا ديت الموضوع دوت ما كانش موجود في السابق، يمكن التحديات اللي قبل كده كان موضوع مجابهة الإرهاب، واستطاعت مصر التصدي لهذه التحديات بشكل كبير، واختلفت زي ما قلنا الآليات والوسائل. بالتأكيد أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور خالد فهمي المتخصص في الشؤون الأفريقية. ابقى معنا من فضلك دكتور خالد، لأنه يعني جاءنا الآن البيان الرئاسي حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحرص على تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا بالنظر إلى العلاقات التاريخية بينهما، بالإضافة إلى المشاركة في القمة الأفريقية الأوروبية الهادفة إلى تعزيز التنمية وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية في الاستقرار والرخاء. جاء ذلك خلال مباحثات قمة موسعة عقدها الرئيس السيسي مع رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دوكرو، حيث أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه إلى قيام القمة بتطوير علاقات الشراكة بين أوروبا وأفريقيا. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد استعراضا لعدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، خاصة تطوير وإدارة الموانئ واللوجستيات والطاقة النظيفة والمتجددة والتحول الأخضر. وأوضح الرئيس السيسي أن مصر أصبح لديها بنية أساسية متطورة ومكتملة العناصر تم تشييدها خلال السنوات السبع الماضية، تتيح التعاون والشراكة الفعالة في مجال الطاقة بأنواعها. من جانبه أكد رئيس الوزراء البلجيكي حرصه على تعزيز التعاون والشراكة بين مصر وبلجيكا وتشجيع الشركات البلجيكية على زيادة العمل في مصر. هذا وقد تطرقت المباحثات إلى عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث حرص رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دوكرو على الاطلاع على رؤية وتقدير الرئيس السيسي تجاه القضايا السياسية في منطقة شرق المتوسط والقارة الإفريقية والشرق الأوسط، حيث أشاد رئيس وزراء بلجيكا بجهود مصر اللافتة في مجال مكافحة الفكر المتطرف وترسيخ مبادئ حرية العقل العقيدة والتسامح وتقبل الآخر، فضلا عن جهود تمكين المرأة وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. عودة إلى ضيفي الكريم الدكتور خالد فهمي المتخصص في الشؤون الأفريقية. دكتور خالد، كما تابعت معنا هذا البيان الرئاسي المتعلق بالمباحثات الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء بلجيكا، وأن الرئيس السيسي يثمن الدور البلجيكي ورئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دوكرو يثمن دور مصر في الملفات المختلفة التي طرحت للنقاش بينهما، يعني أولا ما هو تقديرك لهذا يعني الثناء والتقدير البلجيكي للدور المصري في هذه الملفات العديدة التي ذكرت؟ وطبعا ده راجع للدور اللي أولته مصر لعملية التنمية وتطوير وتعزيز الشراكة ما بين الدول بعضها البعض، وده كان هدف أساسي من الأهداف الاقتصادية اللي مصر أرسلتها بعد الثورة، بالإضافة لعملية التطوير وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري ونقل هذه التجربة للمواطن الأفريقي كأحد أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 والعمل على تحقيقها وتنفيذها
ده ايضا جه وراه مجهود كبير قامت بيه مصر في هذا المجال، بالاضافه زي ما كنا بنتكلم في السؤال السابق على التحديات المختلفه اللي مصر والدول الافريقيه قابلتها، واستطاعت مصر بعقيدتها الراسخه ان هي تتعامل مع هذه التحديات وتحولها الى انتصار عزز موقف مصر لدى العالم بالكامل. يمكن الجهود اللي قامت بها مصر وفي المجالات المختلفه يمكن كان اهمها دعم الاستقرار والامن بالتوازي مع عمليه التنميه. ده معادله صعبه جدا لان المواطن المصري، وده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بياكدها كل مره، ان المواطن المصري هو اللي تحمل تكلفه الاصلاح الاقتصادي ويتحمل الكثير. ده وراه عقيده غير عاديه ويعني عزم من فولاذ من القياده السياسيه والمواطن المصري ان هو يمضي في امام هذه التحديات ويحول التحديات ديت لاهداف وركائز تقوم عليها التنميه. ده نموذج يمكن اشاد به العالم كله، وشفنا الكلام دوت من مؤسسات التصنيف الدوليه اللي صنفت الاقتصاد المصري من اقتصاد مستقر الى متنامي. يبقى اذا في طفره غير مسبوقه في دوله بيقودها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اسس اليات للعمل الاقتصادي للتنميه لوضع اسس للدوله الحديثه. يمكن شفنا الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان واللي تم اطلاقها ديت، يعني حاجه يفخر بها كل مصري وتكون نموذج يحتذى به في باقي الدول. شفنا زيارات لبعض القاده الافارقه اللي زيارتهم للعاصمه الاداريه وطلبهم ان هم ينقلوا هذه التجربه لدولهم. طبعا كل ديت عناصر ويعني مؤيدات لموقف مصر، وبخلاف اللي بيشاع ان من الشائعات اللي تم اطلاقها يعني التاثير على شكل مصر في الخارج، الا ان فعلا المشروعات التنمويه اللي قامت بها مصر جديره بالثناء والشكر والتقدير، وبتكون نموذج للانطلاق لافاق ارحب مع تعزيز التنمية وتطوير الشراكة ما بين الدول وبعضها البعض. إن شاء الله تكون مصر والدول الأفريقية في مصاف الدول المتقدمة. نعم، حين نتحدث عن دور مصر في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، يعني نرى من خلال هذه المباحثات الاهتمام الأوروبي بالدور المصري في بعض القضايا الهامة مثل يعني الهجرة غير الشرعية، الملف الليبي، ملف يعني الأمن في دول الجوار، ملفات عديدة مصر لها دور محوري فيها بشكل كبير بالنسبة لأوروبا بشكل عام. كيف يعني ترى أهمية الدور المصري بالنسبة للاتحاد الأوروبي في مثل هذه الملفات تحديدا؟ هو طبعا لما مصر تضع على عاتقها التعامل مع هذه التحديات الموجودة في المنطقة بتخفف أعباء عن القارة الأوروبية. يعني لما من 2014 ما يطلعش مركب هجرة غير شرعية واحد من السواحل المصرية في اتجاه أوروبا، لما مصر بتقدم الدعم وبتقدم جهود الإغاثة للعناصر الهجرة غير شرعية وبتتم السيطرة على هذه المواقف في المياه الإقليمية، لما مصر بتقدم الدعم والمساندة للشركاء في ليبيا وفي السودان وبعض الدول اللي بيكون فيها بعض المشاكل، وبتقدم المشورة والدعم السياسي لهذه الدول وتقريب وجهات النظر للحد من تفاقم هذه المشكلات والحد من تزايد العنف داخل هذه الدول، بيساهم بشكل كبير في دعم الاستقرار في المنطقة. دوت شيء مش سهل ان نقدر نرسي قواعد للامن والاستقرار ونرسي الامن في ربوع الاقليم. ده بيأثر بشكل كبير على الاستقرار في المنطقة، وبالتالي بيعود على التنمية الاقتصادية من الدول. ما فيش استثمار بيدخل دولة فيها اي قلاقل او اي مظهر من مظاهر عدم الاستقرار، لكن لما بيكون في استقرار بيعود بالنفع
اقتصاديا على المواطن وعلى الإقليم بشكل كبير. دكتور خالد، يعني رئيسة المفوضية الأوروبية يعني لها تصريح أن يعني مصر سوف يكون لها دور كبير في نجاح العالمي في مكافحة تغير المناخ بصفتها يعني رئيس مؤتمر 27 للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي. كيف ترى هذا التصريح بالتوازي مع الجهود المصرية في هذا المجال وفتح السوق المصرية أمام الخبرات الأجنبية؟ وكما تابعنا هناك يعني محادثات في بلجيكا في هذا الشأن لنقل الخبرات الأوروبية في هذا المجال إلى مصر. يمكن مصر سباقة في هذا المجال، واستخدام الطاقة النظيفة واستخدام والحد من الانبعاثات، ونادت مصر في المؤتمر المناخ السابق بضرورة خفض الانبعاثات الحرارية وتخفيض درجة الحرارة 1.5 درجة. يمكن دوت من أهم مخرجات هذا المؤتمر، واللي بتسعى مصر من خلال يعني ابتدت مصر تطبق هذه المفاهيم داخل الدولة، استخدام مصادر الطاقة النظيفة للعمل بالغاز الطبيعي والحد من الانبعاثات، لاستخدام الطاقة الشمسية في العديد. ويمكن شفنا حقل منبان وكمية الطاقة اللي مستخدمة لإنتاج الطاقة الكهربائية. كل ديت عناصر بتؤكد مصر عليها أن هي بتقود حملة مكبرة للقضاء على الانبعاثات الحرارية والحد منها. وللأسف الدول النامية هي اللي بتدفع أثمان هذه يعني التأثيرات خلاف الدول المتقدمة وعلى الدول يعني المتقدمة. عذرا للمقاطعة دكتور خالد، لكننا نتابع الآن على الشاشة وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي الإفريقي للمشاركة في هذه القمة التي تعقد في بروكسل العاصمة البلجيكية. عودة لك دكتور خالد مرة أخرى، يعني تابعنا وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد القمة، حيث تجرى يعني اليوم مراسم استقبال رؤساء الدول والزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين إلى القمة وبداية الجلسات اليوم على مدار يومين. دكتور خالد، فهمي بشكل عام، ما هو تقديرك أو يعني تصورك ل المخرجات هذه القمة، يعني إلى أي مدى أنت متفائل بشأنها؟ هو في طبعا إن شاء الله يكون في مخرجات تصب في صالح المواطن سواء الأفريقي أو الأوروبي، لأن جميع النقاط اللي هيتم الحديث عنها تكلم عن قضايا وتحديات بتهم المواطن بشكل كبير، وبالتالي قادة الدول هتسعى بشكل حثيث للتعامل مع هذه التحديات والقضاء عليها. يعني مثلا يعني قضية المناخ العالم كله بيتكلم عليها، موضوع التعليم وعملية التنقل والنظم الصحية، كل ديت عناصر أساسية ومهمة في دعم التكامل الاقتصادي، الآثار السلبية من الانبعاثات الحرارية على البيئة، كل ديت عناصر يعني بتهم المواطن وبتهم مستقبل المنطقة بشكل كبير. أعتقد أن المخرجات هتكون جيدة وهتصب في صالح التنمية والمزيد من التكامل الاقتصادي ما بين الاتحادين بإذن الله. دكتور خالد، لأي مدى برأيك يعني لابد أو أهمية توحيد صوت القارة الإفريقية للحديث بصوت واحد في المحافل الدولية، يعني مش عايزة أقول إيجاد نوع من الضغط، ولكن يعني للتأثير بشكل أو بآخر على الاستراتيجيات المحددة للشراكة ما بينها وبين المؤسسات الأخرى سواء الاتحاد الأوروبي أو غيره؟ هو طبعا لما يكون في صوت واحد بينادي بالقضايا الموجوده على الساحه هيكون اكثر درايه واكثر تركيز على الموضوعات بعينها اللي بتهم المواطن او بتهم الدول بشكل كبير في المرحله الحاليه.
ده بيبقى ليه تأثير على المستقبل وتأثير على الاستجابة بشكل كبير لهذه التحديات أو للعمل على إزالة هذه التحديات من خلال خطط عمل أو استراتيجيات مستقبلية تسهم في إزالة هذه التحديات وتحويلها إلى عملية تكامل وعملية تكاملية وشراكة من أجل دعم عملية الاقتصاد والاستثمار ما بين الدول في الاتحادين. نعم. أشكرك جزيل الشكر الدكتور خالد فهمي المتخصص في الشؤون الأفريقية.